هذه حاجة عادي إنه رجل محترم ولد فاميليا ومتربي إنه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مشهور نسبيا، معروف نسبيا، طبيعي إنه تكون كاينة بعض العروض من مرأة، وهذا الأمر حتى في الدين جائز. وبعدها زادوا العروض؟ أكيد أكيد جاءوا عروض عادي جدا، يعني مشي جميلات. أنا أتحفظ على هذه الإجابة. تتحفظ أم أنك خائف من المرأة اللي راح يخطبها الزاكو؟ المرأة مخلوق ما يخوفش. خايف من ردة فعلها؟ لا لا أبدا، أنا قلت أتحفظ على الإجابة ونظن هذا. تتحفظ على الإجابة أم على الزوجة المستقبلية؟ عليهم في زوج. وش رأيك لو كان نقول لك أنا عندي المعلومة الكاملة على هذه الزوجة المستقبلية، مسكنها واسمها؟ أنا نظن باللي دا كان حقنا هضرة كيما هذه، نفضل أنه أنسحب تماما من الحلقة. نظن هنا كاين تجاوزنا الخط الأحمر اللي ما لازمش نجاوزوه. تما إذا أصريت على هذا السؤال أنا راح أنسحب من هذا. دونك الأمر بيدك أنت، إما نكملوا الحلقة إما أنا أنسحب. إذاك مصر على هذا السؤال وتدخل في حياتي الشخصية جدا، تما العمق حياتي الشخصية، أنا أفضل الانسحاب.